لمين تعمل سكيب على السوشيال ميديا؟ ما بعرف، ما عندي حدا بتابعه، ما بعمل له أو بعمل له سكيب لأصالة. أنا يسموني أحمد واش تايم، أعطيه واش تايم للكل. أحياناً بعمل سكيب لأسامة. والله لا أي حدا بيستفزني يا ابني، يعني صراحة ثلاث أرباع العالم بعمل لهم سكيب لأنه ما في حدا مثلي بعد سيدة حلب الأولى. أنا بعمل سكيب ل 90% من الناس، والعشرة بالمية منهم اللي هم مرتي وغيث وكمان حد ما بعمل سكيب. يعني أكيد ما حجاوب. ليه أكيد ما هو معناته بتعمل سكيب. أوكي أنت مين ما بتحب من المذيعين؟ المذيعين؟ أنا غلطت قلت له رح أضايقك بالإنترفيو حوارتك أم ورطني. العمور. يعني مثلا من الفنانات لمين تعمل؟ أول واحد بعمل له سكيب. أنا بعمل لك سكيب كمان أم سوزان. كل الجيمرز. ميرا ناصر ومشعل خالدي. لواحد اسمه أحمد بإيتي بالعربي.